دلوقتي خلينا نروح للميا عشان تعرفنا على آخر الأخبار الفنية وآخر تفاصيل مسلسلات رمضان. طبعاً عدى إيه حلقتين صح؟ يعني خلاص احنا قلنا الأيام بتجري بسرعة عدى حلقتين. شكراً شكراً ليك يا عمد. أهلاً بكم مشاهدينا وموجز لأهم الأخبار الفنية وآخر تفاصيل مسلسلات رمضان. نبدأ مع النجم أحمد فهمي اللي كشف عن وجود خط درامي سياسي ضمن أحداث مسلسله الجديد سره الباتع. ووضح فهمي أن الجزء السياسي موجود بقوة خلال أحداث العمل، خصوصاً أن الجزء ده مطروح في حدوتة حلوة وعادية جداً. وقال فهمي الرسالة اللي احنا عاوزين نوصلها بنقولها وإحنا ماشيين في الأحداث، والهدف الأساسي من المسلسل هو التأكيد على الهوية المصرية. المخرج تامر نادي كشف تفاصيل مسلسله الجديد مذكرات زوج للنجم طارق لطفي، وقال دي التجربة التانية ليا بعد المتهمة. المسلسل مختلف تماما عنها، وأكتر ما جذبني في مذكرات زوج هي فكرته لأنها لمسة ناس كتير. وأكد تامر أن المسلسل مش بينصف الراجل على المرأة أو العكس. ولسه مع أخبار مسلسل مذكرات زوج، وأكد الفنان خالد الصاوي أن شخصية الدكتور طه عابد في المسلسل دي مختلفة تماماً عن اللي قدمه في فيلم كده رضا. الدور ده بيعتبره تحدي كبير ليا علشان أظهرني بشكل مختلف. الفنانة مي عمر قالت أن شخصية بوسينة اللي بتجسدها خلال أحداث مسلسل علاقة مشروعة شخصية مركبة وبتتصرف بشكل متناقض. مي كمان قالت أن أحداث العمل بتدور في إطار اجتماعي رومانسي، وأن العمل بيناقش قضايا اجتماعية مهمة وأولها استقرار الأسرة وتأثير هدمها وتفككها على حياة الأبناء. الفنان طه دسوقي أحد أبطال مسلسل السفارة عبر عن صفحته الرسمية على الفيسبوك ووجه رسالة لكل متابعي مسلسل السفارة في رمضان 2023، وقال شكراً جداً لكل حد وثق فيا ودعمني ووقف جنبي من أهلي وأصحابي وأساتذتي، ويا رب أبقى عند حسن ظنكم جميعاً وأكون ضيف خفيف عليكم في رمضان. خلصت نشرتنا الفنية ونرجع نستكمل باقي فقرات صباح الخير يا مصر مع أحمد وجمانة. لميا بشكرك شكرا جزيلا.